يقول أبشرك أمطار وخير على الدوادمي الآن. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله أمس ما شاء الله على الجنوب. الجنوب يومياً. الجنوب جاي يا جماعة الخير الجنوب السنة هذه إن الله أحيانا. الصيف منا متعدينا. يا سلام. الجنوب ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. أمطار خير وبركة أسأل الله أن يطرح فيها البركة. أمس جيزان. يا سلام. شمال المملكة. الجوف من هناك جاي شيء ما شاء أمس سحابة على الجوف ما بعد رأيت في حياتي مثلها ما شاء الله شيء أسأل الله أن يطرح فيه البركة وهذا فضل من الله هذا كله يبي منا إيش شكر يبي منا شكر يا جماعة الخير نشكر الله عز وجل ومن الشكر أن نرتبط بالله عز وجل أن نقترب بالله عز وجل بما يرضيه عنا ومن هالأمور اللي ترضي الله عز وجل عنا اللي هو اليتيم والاهتمام باليتيم وكفالة اليتيم فيعني أيتام حائل أمس كنا نقول باقي كم قلنا 100 وكم أمس 180 قلنا 180 نعم الآن باقي لنا أقل من 100 يا سلام من فضل الله عز وجل فبإذن الواحد الأحد بإذن الواحد الأحد بكرة نقفل 11 مليون وننطلق مع الله عز وجل انطلقوا مع الله عز وجل شكرا أبو عبد العزيز أقول أسأل الله أنه يبارك آمين المتبرعين آمين فيما أنفقوا ما لهم من الله ثم التبرعات أنه وش لنا من أعمال يعني الله الواحد يبذل أسأل الله أنه يرزقنا الإخلاص آمين خصوصا أنها سهلة الآن سهلة أي والله شو رأيكم محمد فيها صعوبة أبدا والله ما شاء الله من وضعه التطبيق هذا لا تروح ولا تجي كل ما عليك هو وأنت محلك وحقيقة يعني الأيتام أو المحتاجين الأسر المحتاجة وهذه الجمعيات هي الآن هي اختصرت الزمن واختصرت الجهود صح قبل احنا يذكرون ان فلان في القرية الفلانية الآن الحمد لله اللي قائمين على هذه الجمعيات برعاية الدولة الرشيدة الحمد لله الدولة قائمة على هذا الحسابات الشفافة يعني الحمد لله الأمور كلها ميسرة وفعلا تخرج من يدك إلى هذه الجمعيات إلى المحتاج وحنا الآن المملكة تعتبر بالشفافية رقم واحد في دول العالم فالخير إن شاء الله يمتد ويصل إلى أهله بإذن الله الله كريم الله كريم سم والله إني يغبط وأحسد إذا كان الحسد محمود إني أحسد اللي يموت وهو كافل لله يتاب أو 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 في جعبته وكذا كم يتيم هذا الحسد هذا الحقيقي هذا الفعل الخير نعم. الطيب الله أكبر والدة عبد الرحمن العجيمي من المتابعات تبلغكم السلام وقدم التبرع لأيتام حائل أم محمد المرحوم أيضا قدم التبرع لأيتام حائل محمد البدران عنه وعن والديه 1000 ريال قدمها لي الأيتام حائل أيضا أم عودة الله يسعدها قدمت أيضا لأيتام حائل أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع أنا أقول لا تبخلوا على أنفسكم مو بعلينا لا ولا على الأيتام ولا لا تبخلوا على أنفسكم كل ما تبذله الآن هو الذي ستجده عند الله عز وجل أسأل الله أن يسعد الجميع وأن يبارك الجميع وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء